السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حلقه المشهد لهذا اليوم، حيث تستدعينا الاحداث والتطورات التي تشهدها الساحه الافغانيه لنقف معها استكشافا وتفكيكا لهذه الحاله التي تؤثر على واقعنا العربي بشكل مباشر او غير مباشر. في عناوين حلقه المشهد اليوم: تصاعد غير مسبوق ولوتيره الهجمات والاغتيالات في شتى انحاء افغانستان، وقلق دولي غير مسبوق لوتيرة هذه الهجمات، وتخوف من تعرقل مباحثات السلام الأفغانية، واتهامات لأطراف إقليمية بتأجيج الصراع. وبعد بدأ انسحاب القوات الأمريكية، إدارة بايدن تراجع استراتيجيتها في أفغانستان. إذن يدخل الصراع في أفغانستان نفقا مظلما بعد سلسلة من الهجمات والاغتيالات طالت مسؤولين ورموز دينية وسياسية وقضاة، لتزيد من أعمال العنف في البلد مزقتها أفغانستان، مزقتها الحرب منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي، ولم تفلح جهود التسوية السياسية في تضميد جراح هذا البلد، وهو ما يهدد الآن محادثات السلام المتعثرة لإنهاء 4 عقود من النزاعات المسلحة في البلاد. في التقرير السنوي لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ذكر بأن عدد القتلى المدنيين في سنة 2020 بلغ 3035 قتيلا، وعدد الجرحى 5087 قتيلا، ونسبة الأطفال من القتلى المدنيين 43% من القتلى والضحايا. البعثة الأممية كذلك أوضحت في تقريرها السنوي بأن من يقف وراء هذه الهجمات حسب تقرير البعثة الأممية 46% من حركة طالبان تتبنى أو هي التي تقف وراء هذه الهجمات تتحمل المسؤولية في ذلك، 8% تنظيم الدولة و 24% القوات الحكومية. وأشار التقرير إلى ارتفاع حاد وزيادة تاريخية في عدد الضحايا المدنيين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2020 السنة الماضية، أي مع بدأ محادثات السلام في سبتمبر الماضي في الدوحة. وهذا التقرير أشار كذلك بأن هناك مخاوف حقيقية من عدم وصول إلى أي نتيجة بعد هذه المحادثات التي من المفترض أن تنتهي بتوقيع على اتفاقيات بين الحكومة وحركة طالبان، ولكن هذا لم يحصل، وكان التوجه نحو إنجاح المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، ونتج عن ذلك الاتفاق في فبراير 2020 إلى سحب القوات الأمريكية من أفغانستان لنحو 12,000 جندي، بموجبه يكون قد وصلنا إلى مرحلة أو جولة جديدة في محاولة إنهاء هذا الصراع الحاصل في أفغانستان. الانسحاب الأمريكي فتح الباب لتوجهات وسياسات دولية وأقليمية بشأن مستقبل أفغانستان، مع مخاوف كبيرة من أن تعود البلاد إلى الحرب الأهلية بسبب انفلات بعض الجماعات المقاتلة المسلحة، وهناك أيضا تحذير وتخوفات خاصة من المسألة العرقية والطائفية مع التنوع العرقي والطائفي الكبير في أفغانستان. نشاهد مع بعض هذه الخريطة التي تقدم لنا وجه آخر، فسيفساء بانوراما عرقي وطائفي في أفغانستان. هذه كبرى المدن الأفغانية: قندهار، كابول، قندهار عاصمة طالبان، سنعود لذلك حركة طالبان وتعتبر قندهار عاصمة لهذه الحركة، كابول العاصمة الرسمية، بامبيان، مزار شريف، والكل يتذكر عند الغزو الأمريكي لأفغانستان ماذا حصل في مزار شريف، التي اعتبرت سقوط مزار شريف هي بداية دخول الولايات المتحدة الأمريكية وجنود أمريكان لأفغانستان والقضاء على طالبان والقاعدة، ولكن هذا لم يحصل. هرات، وكما نرى الحدود الواسعة وتنوع الدول التي تحيط بأفغانستان: باكستان، الهند، الصين، روسيا، تركمانستان، إيران، يعني هناك حدود مع عديد الدول ولكل دولة أجندة في أفغانستان، سنعود لذلك. كذلك نشاهد في الخريطة التوزيع العرقي والطائفي باللون الأخضر: البشتون. البشتون هم أكبر عرقية في أفغانستان، وبدأت تظهر مسألة العرقية في أفغانستان منذ أربعينات القرن الماضي، حينما كان هناك رغبة لدى البشتون لتأسيس دولة بشتونستان، ولكن كان هناك تدخل باكستاني
هذا التدخل الباكستاني لعب على عدم وضع هذا المسألة في نطاق الجدل العام في المنطقة، خاصة بأن هذه الفترة فترة الأربعينات تزامنت مع استقلال باكستان على الهند، مع أيضا بعض الحركات الانفصالية في عدة مناطق المحيطة في شرق آسيا أو معرفة سابقا بالاتحاد السوفيتي أو دول آسيا الوسطى الاتحاد السوفيتي. هذا ولد تخوف لدى البشتون الذين جعلهم دائما يحافظون على وجودهم في هذا الكيان الأفغاني. البشتون كما نشاهد تقريبا 42% من سكان أفغانستان هم من العرقية البشتونية، كذلك الطاجيك لهم وجود كبير جدا وهم يمثلون العمود الفقري لما يسمى بتحالف الشمال، كذلك الهزارة طائفة تمثل تقريبا 15% من مجموع سكان أفغانستان، يعني في حدود 40%، وكذلك الهزار وهم غالبيتهم من الشيعة، البشتون من السنة، الطاجيك هناك غالبية سنة ولكن فيهم أيضا بعض الشيعة، ثم الأوزبك موجودين في عدة مناطق في أفغانستان، وهم الأوزبك والهزارة والطاجيك يمثلون تحالف الشمال العمود الأساسي للحكومة الحالية في أفغانستان. هذه الحكومة التي تأسست بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان في 2002. كذلك هناك يعني عرقية أخرى، البلوش والنورستانيين والتركمان والبشاي، يعني هذا التنوع العرقي والطائفي بين الشيعة والسنة، وأيضا الامتداد لكل عرقية في دول الجوار، كل دول الجوار هناك امتداد لهذه العرقية. البشتون لهم امتدادات في باكستان والهند، الطاجيك لهم امتداد فيما يسمى بجمهورية آسيا الوسطى سابقا، وكذلك الهزارة لهم امتداد طائفي في إيران باعتبار أن غالبيتهم من الشيعة. تشارك الحكومة مع طالبان الآن في محادثات في الدوحة، محادثات سلام لعلهم يصلون إلى تسوية تاريخية كبرى كما سماها أحد المسؤولين الحكوميين الأفغانيين. على كل حديث في هذه التطورات تشهر الساحة الأفغانية وتعقيدات هذه التطورات، معنا عبر سكايب الأستاذ عبد الله أنس الكاتب والباحث في الشأن الأفغاني. أستاذ عبد الله أهلا بك. أهلا وسهلا. أكيد لن نجد من هو أكثر خبرة منك في متابعة للشأن الأفغاني، يعني هذه التصعيد الأخير الحاصل الآن هناك من يستفيد منه، خاصة أنه أتى متزامنا مع مسارات تبحث عن تسوية سياسية، من المستفيد الآن؟ أشكرك وأشكر قناة الحوار على الاستضافة وأحيي مشاهديك الكرام، بالرغم من أن قد ربما أتحفظ عن ضيق الوقت، أنتم طرحتم أفغانستان الآن بالعرض الذي قدمته من استديو، يعني في الأبعاد يعني الإثنية العرقية القومية الجغرافية السياسية، وأنا على يقين أن برنامجك لا يتسع للغوص في هذا، بالرغم من أن بعض النقاط تحتاج شوية إلى إعادة ضبط، لكن لا بأس بما أن العنوان الرئيسي لتغطيتكم أو لحلقتكم اليوم هو يعني عودة العنف والدم الذي يسيل مع الأسف بغزارة في أفغانستان. والكل يعلم، يعني تذكرون أن قبل توفيق ما يسمى باتفاق الدوحة بين حركة الطالبان وترامب، يعني استبشر الناس خيرا على أن الحرب في أفغانستان ستضع أوزارها وربما ينعم الشعب الأفغاني بالسلم والاستقرار والأمان وكذا، وكانت يعني الفرحة عارمة سواء في داخل أفغانستان أو في خارج أفغانستان، يعني الأمال العودة السلم والاستقرار كانت عالية جدا، وخاصة يعني الطالبان وقعت على جملة من النقاط تعهدت بها، والأمريكان أيضا وقعوا على جملة من النقاط تعهد ترامب بإنفاذها، وعلى يعني على رأسها أنها تتوقف، يعني حركة طالبان تتوقف نهائيا يعني عن مهاجمة القوات الغربية وعلى رأسها القوات الأمريكية. رقم اثنين أنها تقطع صلتها بكل الحركات الجهادية في العالم، والتزم الطالبان بهذا، ويلتزم ترامب أنه يخرج من أفغانستان
بحلول شهر ماي المقبل، على أن يبدأ الشطر الثاني من الاتفاق أن يبدأ بين ما سمي بالإنترا دايلوج، يعني الحوار البيني الأفغاني. وهذا الجانب هو الجانب الأكثر تعقيدا، لأنه كثير من التحاليل، كثير من التفاسير ربما كانت تقول أن ترامب لا يهمه يعني كثير هذا الصلح أو مستقبل الاستقرار بالمعنى السياسي والاجتماعي في أفغانستان، بقدر ما يهمه أن يكون هذا الصلح ليدخل به الحملة الانتخابية. ولكنه خطته لم تنجح، وها هو بايدن الآن يعيد مراجعة ما أقدم عليه ترامب كبقية النقاط أو الملفات التي التزم بها ترامب، وكانت يعني لأسباب تتعلق بالحملة الانتخابية، الاعتراف للمغرب بالصحراء الغربية، كذلك قضية يعني الرشوة للوبي الصهيوني في قضية تحويل القدس. طيب أكثر أستاذ من ملف أستاذ عبد الله، بعد إذنك أستاذ عبد الله، ذكرت في بداية مداخلتك بأن المسألة في حاجة إلى ضبط أكثر وتدقيق، ونعرف بأن المشهد الأفغاني في الفترة الأخيرة عرف شيء من السيولة. أردنا أن نعرض بعض العناوين الكبرى حتى يفهم المشاهد العربي والمتابع العربي. الخريطة عرضت التوزيع الإثني والعرقي، ولكن أيضا وأنا سألتك من المستفيد من الهجمات الأخيرة، أنا فقط أريد أن أشير إلى أن كل عرقية أو كل طائفة لها امتداد إقليمي، وكما شاهدت وأنت أدرى دول الجوار كلها متداخلة بشكل مباشر في الشأن الأفغاني، إضافة إلى دول بعيدة الحدود، يعني السعودية لها دور في أفغانستان وكان لها دور كبير جدا في أفغانستان، دول أخرى أيضا لها دور في أفغانستان، تركيا لها دور في أفغانستان، الدوحة الآن تحتضن محادثات السلام. في تقديرك هل هذه الهجمات هي خيار لأجندة دولية من أجل أن تبقى أفغانستان بؤرة ثقب أسود؟ يعني هو هذه الامتدادات التي أشرتم إليها ليس بالضرورة أن تكون امتدادات عرقية، وأنت يعني هي امتدادات سياسية متعلقة بالدرجة الأولى بالمصالح العليا والأمن القومي لدول الجوار ثم لدول العالم. وبناء على هذا الأساس، على هذا التوازن، فأنت ترى ربما يعني إيران في فترة قد تكون معادية وفي معركة شرسة ضد طالبان، ثم بعد ذلك يتغير هذا الميزان كما حدث بعد 11 سبتمبر ووجود أمريكا يعني موجودة في أفغانستان، وهذا ربما قد تراه إيران وقد تراه باكستان وتراه الصين وتراه موسكو، الوجود الأمريكي خطر على أمنهم القومي. فهذا الميزان خلى إيران وخلى موسكو تمد يدها لطالبان، رغم أنها بشتونية مثل ما أشرتم في تقاريركم، وطالبان الآن يعني على اتصال بإيران يعني وعلى اتصال بموسكو، وكلكم تذكرون يعني الجولات التي استضافتها موسكو في جولات الحوار عندها، كذلك ما يسمى بالتحالف الشمال، وهذه تسمية يطلقها خصوم الجبهة الإسلامية المتحدة التي كانت تضم قدماء المجاهدين. يعني عندما دخلت كابول، طالبان دخلت كابول في 96، خرج قدماء المجاهدين من كابول وذهبوا إلى الشمال بقيادة أحمد شاه مسعود، وهذا التحالف كان يطلق عليه الجبهة الإسلامية المتحدة، اللي كان فيها كل قادة الجهاد السابقين، كان فيها سياف، كان فيها برهان الدين رباني، كان فيها حكمتيار، كان فيها حاجي قدير من جلال أباد، يعني كان فيها البشتون وكان فيها الأوزبك وكان فيها التاجيك وكان فيها هذه الجبهة في هذاك الوقت كانت تأخذ مساعدات من إيران، لأن إيران كانت خايفة من أن تقع أفغانستان في يد طالبان الموالية في نظرهم للوهابية للسعودية وللجيش الباكستاني، فكانت واقفة ضد طالبان. لما تغير هذا الميزان وصارت أمريكا موجودة، تغيرت الآن مواقف أمريكا وموسكو، صارت تدعم طالبان أيضا. وعلى هذا الأساس، ربما لا يتسع الوقت ولا يتسع المجال للتفصيل، يعني على هذا الأساس أن التحالفات هذه ليس امتدادات عرقية، وإنما هي امتدادات مرتبطة بالمصالح أنت تلك الدول، دول الجوار أو الدول العالمية. والذي يدير هذا الملف بامتياز هو الأجهزة الاستخباراتية، وحتى الأفغان
يعني مع كل أسف لم تعد القضية في أيديهم. يعني جزء كبير منه صار خاضعا، هي شبيهة إلى حد ما، يعني كنا نعاني من هذا التعقيد فقط في أفغانستان في العقود الماضية، لكن مع كل أسف الآن صرنا نعاني من هذه التعقيدات أو تداخل الأجندات، صرنا نعاني منه يعني بعد الربيع العربي. هو نفس المشهد في سوريا، ونفس المشهد في اليمن، ونفس المشهد في ليبيا، ونفس المشهد في العراق. يعني الكوبي، يعني نسخة أفغانستان انتقلت للعالم العربي، وذلك بسبب تداخل الأجندات. يعني أنت ترى اليوم يعني تركيا وموسكو في موقف معين، ولكن في فترة معينة يعود ينتقل الموقف، ربما الإمارات والسعودية اللي كانوا واقفين في بداية الثورة السورية ضد بشار الأسد مع الثورة السورية، انقلب الأمر وصاروا واقفين ضد الثورة السورية، ولتبقى تركيا وحدها في الميدان في الموقف. أنا في اعتقادي هذا ليس بالضرورة خاضع لامتدادات عرقية أو ثنية أو تاريخية أو جغرافية، بقدر ما هو خاضع لمصالح تتعلق بالمصالح العليا والأمن القومي والأجهزة الاستخباراتية لهذه الدولة أو تلك. وإلا الشيعة موجودين حتى في البشتون، يعني كتلة كبيرة من الشيعة البشتون موجودة في قندهار، ولعل أكبر زعيم إسلامي في أفغانستان من بين المنظمات السبعة التي قاتلت الروس هو قندهاري شيعي، آسف آيت محسيني، يعني هو موجود. وكذلك الهزارة ليس بالضرورة كلهم شيعة، الهزارة هي إشارة إلى العرق وليس إشارة إلى مذهب، لأن الهزارة أيضا فيهم كثير منهم سنة. التاجيك يعني، وبالتالي يعني البعد العرقي والإثني إذا ما يعني خلص من الاستخبارات الأجنبية والإقليمية، أنا أتصور الأفغان قادرين على تجاوز هذه العقبة، لأنهم تجاوزوها باختصار. ونحن قاتلنا معهم، أنا ذهبت إلى أفغانستان من سنة 83 حتى سقوط النظام الشيوعي في أفغانستان 92، ورأيت يعني أن أفغانستان سواء على مستوى الأحزاب الشيوعية أو على مستوى الأحزاب الجهادية لم يكن الاصطفاف على الأساس العرقي. أنا أذكر طيب يعني أستاذ عبد الله، بعد أتوقف معك في هذه النقطة مهمة جدا، سأعود لها أيضا للدور الباكستاني ممكن لم نتحدث عنه كثيرا، وأشرت إلى دور الاستخبارات لعدة أجهزة والدول. قبل ذلك ومعك ومشاهدينا الكرام، نستعرض كيف تفاعل السياسيون والإعلاميون مع ما يحصل الآن في أفغانستان. عيد الشمري كتب: إيران تعاونت مع أمريكا لتتخلص من أعدائها حركة طالبان في أفغانستان وصدام حسين في العراق، فأصبحت كابل باحتها الخلفية وبغداد باحتها الأمامية. مع أن الخضر كتب أيضا يقول في ملخص البحث يقترح على إدارة بايدن أن تذهب للخيار رقم 3 وهو التفاوض مع طالبان على تمديد فترة الانسحاب واستخدام دول إقليمية للضغط على الحركة، وإلا فإن بايدن عليه البقاء في أفغانستان مع التوصيات بزيادة أعداد القوات ل 4500 وتوقع هجمات من طالبان. حسن النمري كتب يقول: أمريكا عندما فشلت في تحقيق أهدافها سواء في أفغانستان أو في العراق فكرت بحل، فلم تجد غير الخيار الاستراتيجي وهو الحرب الناعمة. لماذا؟ لأن الحرب الناعمة هي أقل تكلفة. نجاح محمد علي كتب يقول: تصاعد الاغتيالات المدروسة لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في أفغانستان بمعدل غير مسبوق، يتصاعد مثل هذه الاغتيالات في العراق وسيتزايد هذا الفعل المدان جملة وتفصيلا ما دام الفعل تجري التغطية عليه وهو غير الذي يؤشر عليه النشطاء المخدوعون. خالد المقداد الباحث في الجماعات الإسلامية قال: الهزارة اليوم رسميا أحد مكونات طالبان التي تحكم قبضتها على ما تبقى من تيار القاعدة في أفغانستان. تلاقي المصالح بين طالبان والقاعدة وإيران له سببان: العداء لتنظيم الدولة واختراق إيران لطالبان بعد الملا عمر. لهذا فإن إيران تغض طرف عن تنقلات أفراد القاعدة وتنسق مع طالبان. أعود للأستاذ عبد الله أنس الكاتب والباحث المختص في الشأن الأفغاني. تقريبا التدوينات أتت متناسقة مع ما ذهبت إليه أستاذ عبد الله، من حيث أن المشهد مخترق وأن التوازنات غير محكومة كما ذكرت ونبهت لذلك التنوع العرقي أو الطائفي بقدر ما هي مرتبطة بالتوازنات السياسية ومصالح كل دول ومصالح الأمن القومي. باكستان كانت دائما الفاعل الرئيسي في أي مفصل تشهد الساحة الأفغانية منذ غزو الروسي أو السوفيتي لأفغانستان.
هناك من يرى وندقق معك في هذا الموضوع، هناك من يرى بأن انسحاب القوات الأمريكية وحالة التسوية الكبرى إن صح التعبير بين الحكومة الأفغانية وطالبان هذا لا يخدم المصالح الاستراتيجية برؤية باكستان للمنطقة التي خصمتها الهند، التي أيضا هي غير مرتاحة لهذا التطور أو التمدد الضخم للصين، وبالتالي هي مستفيدة إلى حد ما مما يقع الآن من فوضى في أفغانستان. والله هي مثل ما قلت لك، يعني احتكاكنا بهذا الشأن بالشأن الأفغاني وهو يعني جرح ينزف في قلب الأمة الإسلامية كباقي الجراح في أماكن أخرى، نحن كان لنا بعض المقترحات أو بعض المبادرات، وعلى رأسها مبادرة الآن التي يعني أفضت إلى فتح مكتب الدوحة في 2013. يعني عندما طرحنا في ديسمبر 2006 موضوع إعادة قراءة وإعادة تقييم لهذه الحرب الدائرة في أفغانستان التي نشبت بعد 11 سبتمبر، وكنا ذهبت وأنا سافرت إلى أفغانستان بعد انقطاع دام 14 سنة بعدما تركتها بعد سقوط النظام الشيوعي، لأنه وجدنا أن مبررات وجودنا في أفغانستان قد انتهت. ذهبنا إلى أفغانستان لمبرر الاقتتال ضد الغزاة، وقد الحمد لله كتب الله النصر وانتصر الشعب الأفغاني. وعندما دخل الأفغان في حرب أهلية يعني كما تعلمون، وجدنا أن هذا يعني مضيعة للوقت، احنا ما جئنا لأفغانستان لأن نكون مع هذا الفريق ضد ذلك الفريق أو مع هذا القومية ضد تلك القومية، وتركنا أفغانستان وعدت إليها في تقريبا بعد 14 سنة بسؤال واحد، أن هذه الحرب يعني حرب عبثية، والشعب الأفغاني لا يعلم ب 11 سبتمبر، والقاعدة عندما ذهبت وهاجمت البرجين في نيويورك وعمل وضربة تنزانيا قبلها وكذا، لا أعتقد أن الشعب الأفغاني استشير في هذه العمليات وما ينتج عنها من دمار لأفغانستان. فإذا هذه بحد ذاتها لغز، هل هي بناء على سوء تقدير مع نية صادقة، ولا في الأصل الاختراق موجود هناك؟ وأنت تعلم يعني أسئلة كثيرة طرحت ربما تحل في المستقبل. ولذلك قلنا يا جماعة، وقادتني هذه الزيارة إلى كابول، هل بالإمكان نعيد تقييم هذه الحرب؟ يعني الآن الشعب الأفغاني يموت في معركة لا ناقه له فيها ولا جمل، والحمد لله يعني لا يتسع الوقت للسرد هذا. دخلت السعودية على الخط، دخلت الإمارات على الخط، وبعد ذلك أيضا دخلت يعني الدوحة على الخط، ودخلت بعض الدول الأوروبية على الخط وكذا، وأصبحنا الآن يعني عملية الصلح أصبحت شيء يعني مرحب به، وأصبح يعني طيب. مبادرة. أستاذ عبد الله، قل جملة مهمة، حرب عبثية ليس للشعب الأفغاني لا ناقة فيها ولا جمل. طيب من الذي له ناقة وجمل في هذه الحرب؟ هذا هو الذي يعني أريد أن أقوله، يعني من بين الأمور التي كنا نطمح أن ندفع باتجاهها هو أنه ما حك جلدك مثل ظفرك، وهكذا يعني سواء هذا على مستوى السوريين أو الليبيين أو اليمنيين أو كذا، الأجندات عوض أن ننتظر الأجندات الاستخباراتية أن يهديها الله أو أن تعود إلى رشدها، وهذا مستحيل، لأنه ذي مصالح دول، مصالح تنافس، مصالح أمنية، أمن قومي كذا. الاستخبارات يعني ما تروحش تعمل عمرة، الاستخبارات هو أصلا يعني لعبتها قذرة أصلا، يعني ما يهمهاش يموت 100 يموت 1000 يموت 50000، ما عندهاش مشكل، لكن أهل البلد هم اللي الكرة في ملعبهم. ولذلك احنا قلنا يعني بدل ما إذا كان هناك فريق أو قوى سياسية وطنية حقيقية سواء في أفغانستان، والأمر كما قلت لك يعني مع كل أسف الرقعة ازدادت، يعني لو تتشكل قوى سياسية في أفغانستان يهمها بالدرجة الأولى مصلحة أفغانستان، الاستقرار في أفغانستان، التفاهم على تقسيم السلطة في أفغانستان، حوار يعني ثقافة الحوار، ثقافة التعددية، عدم القضاء على عقلية ثقافة الإقصاء والتهميش وكذا، وهذا لن يصنعه إلا الأفغان كما لن يصنعه إلا الليبيون أنفسهم وإلا السوريون أنفسهم واليمنيون أنفسهم، هم الذين يخدمون. بدل ما أنت
يعني تراهن على إيران أن يهديها الله وما تتدخلش في اليمن وما تتدخلش في سوريا، أنت تراهن على السراب، أو ما تتدخلش في أفغانستان، أو تراهن على الهند أو موسكو أنها لا تتدخل في ليبيا أو في أفغانستان، إنما تراهن على السراب. وإنما القوى، الطبقة السياسية، القيادات السياسية الميدانية المجتمعية التي تنتمي إلى هذا البلد، بدل ما تشغل وقتها بإرضاء هذا الجهاز أو ذاك أو هذه الدولة أو تلك، تحاول أن تجيش الشعب داخليا على خارطة طريق واضحة. والحمد لله يعني لا نستطيع أن نقول يعني هناك فشل ذريع، يعني الآن طالبان يعني مقارنة بحكمها على خلفاء، على من يخالفونها في أفغانستان، مقارنة ببعض السنوات الماضية، لا أصبحت طالبان يعني تعترف بالحكومة الأفغانية، تعترف بالأطراف السياسية. وهو مهم جدا ما تذكره الآن، وعادني أتوقف معك في هذه النقطة، مهم جدا أنت الآن بدأت تستشرف خريطة الطريق ومسار تفاهمات والمستقبل الأفغاني، قلت بأن المستقبل الأفغاني لا يصنعه إلا الأفغان، مهمة جدا هذه نقطة سنناقشها إن شاء الله في الجزء الثاني. أشكرك أستاذ عبد الله أنس الكاتب والباحث مختص في الشأن الأفغاني، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود لاستكمال رسم المشهد. عدنا مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من المشهد لهذا اليوم، نطل اليوم على الوضع في أفغانستان، تستدعينا الأحداث فعلا لفهم ما يحصل، هذه الهجمات الأخيرة التي أوقعت أعداد كبيرة جدا، ألاف بين قتلى وجرحى، غالبية منهم من الأطفال والنساء، كذلك تطورات سياسية ومحادثات. سلام نور، حبي ضيفنا في الأستوديو أستاذ عباس شريف الباحث في مركز جسور للدراسات، أهلا بك أستاذ عباس. ولكن قبل ذلك نذهب معك ومع مشاهدينا الكرام إلى هذا التقرير الذي يسلط الضوء على آخر تطورات تشهدها الساحة الأفغانية ميدانيا وسياسيا. موجة عنف غير مسبوقة تشهدها أفغانستان مع بداية العام الجديد، عشرات الهجمات شملت رقعة واسعة من البلاد، تفجيرات هنا وهناك وعمليات اغتيال بشكل يومي في العاصمة كابول، والكل مستهدف على حد سواء، قوات الأمن الأفغانية والمدنيين ونشطاء المجتمع المدني، فيما يحمل تقرير للأمم المتحدة مسؤولية سقوط معظم الضحايا لجماعة طالبان، إضافة إلى تنظيم الدولة وكذلك القوات الحكومية التي حملتها مسؤولية سقوط أكثر من خمس عدد الضحايا. التقرير الأممي الصادر يوم أمس الثلاثاء قال بأن عدد ضحايا العنف من المدنيين في أفغانستان ارتفع كثيرا بعد بدء محادثات السلام بين طالبان والولايات المتحدة العام الماضي في الدوحة، وأعربت البعثة الأممية عن أسفها شديد حيال الأمر، مؤكدة أنه بعد إبرام الاتفاق بين واشنطن وطالبان انتعشت أمال الأفغان بعدما ظنوا أن عملية السلام ستصل إلى بر الأمان وستجد حلا للمعضلة، غير أن ذلك لم يحصل لحد الآن. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين أمريكيين بشأن تريث إدارة الرئيس جو بايدن حول قرار الانسحاب العسكري والمقرر بداية مايو المقبل، إذ يؤكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأنه لن يكون هناك انسحاب متعجل للقوات الأمريكية من أفغانستان، ودعا إلى خفض فوري للعنف في أرجاء البلاد. من جهتها رفضت حركة طالبان أي تأجيل محتمل لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وحذر المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد من عواقب انتهاك الاتفاقية، وقال بأنه إذا ما تم إغلاق المسار الدبلوماسي فلا سبيل سوى الحرب، مضيفا إذا كانت الأطراف الدولية تريد تجاوز الأزمة الحالية فإن الحل الجيد الوحيد هو تنفيذ الاتفاقية الموقعة. وبين هذا وذاك يتساءل مراقبون حول ماهية الجهة الحقيقية التي تقف وراء تصاعد موجة العنف الأخيرة وأهدافها، وهل هناك أي علاقة تربط هذه التطورات مع اقتراب مغادرة القوات الأجنبية، وكأنه يراد من ذلك التصعيد، دفع تلك القوات للبقاء في أفغانستان بأي ثمن كان. إذن أستاذ عباس، يعني الوضع الآن في أفغانستان يطرح عديد الأسئلة، وكل سؤال ولغز ولغم في نفس الوقت. أولا الراهن الآن، هناك تصعيد وفي نفس الوقت هناك محادثات تسعى إلى تفكيك هذه الألغام، هل هذا التصعيد مرتبط بمحاولة لإيجاد عثرات لهذه المحادثات كما يرى البعض، أم هو في آخر الأمر
مرتبط بأجندة أكبر وتتجاوز المحادثات بين الطالبان والحكومة الأفغانية. بداية تحياتي لك وللإخوة المشاهدين. لا شك أن حالة التوتر الموجودة الآن والسخونة في الشارع والعمليات التي نشهدها في أفغانستان تعكس فشل العملية السياسية وتعثرها بشكل أساسي، ونحن رأينا التصريحات بعد اجتماع الأمس بين وفد الحكومة وفد الطالبان. الاتفاق كان فقط على الاستمرار في التفاوض، يعني لم يكن هناك أي نقطة، وهذا وكل طرف حمل المسؤولية للآخر، الطرف الآخر كل واحد الآن في اتهامات متبادلة وعدم اعتراف. الآن الحكومة تتهم طالبان أنه هي وراء العنف وهي التي تقوم بهذه العمليات، وطالبان لا تعترف بهذا وتتهم أن الحكومة هي التي تقوم بهذا الأمر من أجل إجهاض عملية السلام. طبعا هذا الأمر طبيعي جدا، لأنه الاتفاق بالأصل ورثته الإدارة الأمريكية عن ترامب اللي كان مستعجل جدا لتحقيق إنجاز، فكان الاتفاق مليء بالثغرات. على ما يبدو أن الإدارة الأمريكية اليوم تريد أن تدرس هذا الاتفاق من جديد، وهذا ما أدى إلى استنكار حركة طالبان، وقالت أنه في أيار إذا لم تنسحب القوات الأمريكية ويتم الإفاء بالالتزامات، يعني ترامب أوفى بجزء الالتزامات وسحب من أصل 13 ألف مقاتل أمريكي، ظل الآن 2500 وهذا المفروض ينسحبوا بأيار القادم، فإذا لم تنسحب فنحن سنعود إلى سيناريو الحرب، يعني التوتر من جديد. اليوم نحن لو نظرنا إلى مصالح الأطراف، مصلحة حكومة أشرف غني هي ببقاء الاحتلال، بقاء القوات الأجنبية وإجهاض عملية السلام، لأنه ذهاب انسحاب القوات الأمريكية بدون إنجاز عملية السلام سيشعل حربا بين الحكومة والطالبان، وبالتالي ستكون منتصر فيها طالبان لأنه هي لها الغلبة على الأرض، والقوات الحكومية يعني في الوضع الآن والقوات الأمريكية الموجودة يستطيعون أن يتقدموا على قوات طالبان، ولا تريد أيضا أن تصل إلى اتفاق سلام، لأن اتفاق سلام سينقلهم إلى معركة سياسية، والحواضن حتى لو كان في يعني عملية ديمقراطية فطالبان أيضا منتصر عليهم. لذلك الحكومة أشرف غني تريد أمرين، تريد إجهاض عملية السلام وبقاء قوات الاحتلال الأمريكي. كيف؟ بتعثير العملية وبتسخين الشارع، وربما تكون هي وراء هذا التوتير وراء هذه العمليات والعنف اليوم المصطنع. حركة طالبان مصلحتها واضحة هو بانسحاب القوات الأمريكية. اليوم استقواء حكومة أشرف غني هو بوجود القوات الأمريكية، وذهاب هذه الورقة معناتها ضعف أوراق الحكومة أمام طالبان. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فمصلحتها واضحة، مهما تغيرت الإدارات فالاتجاه هو لتقليل الوجود الأمريكي والانسحاب من هذه المنطقة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية عندها مشاكل كثيرة في هذا الانسحاب، هي تريد انسحابا مدروسا. اليوم في يعني خيارات متعددة، هل يمكن أن يكون هناك انسحاب كلي هيك وتترك الساحة، تترك الساحة وممكن تقع حرب أهلية بسبب الفراغ ووجود قوتين متصارعتين بالأصل. الحرب الأهلية المشكلة بالاتفاق أنه لا يؤقت انسحاب الأمريكي بإتمام عملية السلام. أنت سألت أو أشرت إلى حرب أهلية ووجود أطراف متصارعة، من هي الأطراف المتصارعة؟ اليوم الحكومة الأفغانية، ما هو الامتداد السياسي والشعبي لهذه الحكومة الأفغانية؟ هناك طالبان واضحة، طالبان ولها ارتباط، سنعود لذلك، ولكن الحكومة الأفغانية اليوم هل ما زالت ما عرف في ليس لها إلا تحالف شمال، ليس لها إلا تأييد. هو جوهر المشكلة اليوم يطرح هذا الباحثين، جوهر المشكلة في عملية السلام ليست في تقاسم وزارات ولا في تقاسم حقائب ولا في تقاسم مقاعد في البرلمان ولا في المشاركة في الحكومة الإدارية. اليوم في مشكلة متجذرة بين قضيتين، قضية مفهوم حداثي للدولة ومفهوم أصولي للدولة. اليوم طالبان بمفهوم تطبيق الشريعة بمرجعيتها الدينية، تريد لا ندري إنه إذا هي تريد أن تستنسخ طالبان التي كانت تمنع التدريس، تمنع اللحى، واليوم في حكومة تطرح طرحا حداثيا ومدعومة من الغرب، مدعومة من الغرب، وهذه ورقة القوة الوحيدة التي تمتلكها حكومة أشرف غني. لذلك هي مصرة على بقاء القوات الأمريكية حتى إنجاز عملية السلام، هي لا تريد أن تنجز عملية السلام بدون هذا الغطاء، بدون هذه الأوراق من القوة. لا شك أن طالبان متجذرة اجتماعيا، ولولا هذا التأييد الاجتماعي لما صمدت أكثر من 20 سنة في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا تزال مستعدة لخوض المزيد من المعارك. طالبان أظهرت يعني سلوكا مسيسا، أكثر مرونة يعني في السنوات الأخيرة، بدأنا نشهد وجه آخر لطالبان. يعني لا شك أن التجربة غيرت في قناعاتهم الكثير وجعلتهم أكثر
يعني براغماتية للتعاطي مع مثل هذه الملفات، وإدراك أن الصراع اليوم ليس صراعا أفغانيا، هناك امتدادات دولية. يعني اليوم أشرف غني وراءه الولايات المتحدة الأمريكية بالأخير تحارب الولايات المتحدة الأمريكية، لا تحارب حكومة أشرف غني. كذلك اليوم وراء طالبان في دول داعمة. طيب نتوقف في نقطة سنفصل فيها أكثر، لو الزملاء يساعدونا في عرض هذه الخريطة حتى نعرف الامتدادات الدولية لكل طرف في الإقليم في أفغانستان. هذه الخريطة تقريبا هناك 7 دول تحيط بأفغانستان، باكستان، الهند، الصين، يعني استعرضها مع بعض، باكستان، الهند، الصين، روسيا، تركمانستان، طاجكستان وإيران في الجنوب. كل هذه الدول تحيط بأفغانستان، وكل هذه الدول لها مصالح مع الأطراف المتصارعة. الآن في تقديرك، هل هذه الدول لها أجندة واحدة أم وحدتها الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنه أغلب هذه الدول لها خصومة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. مثل ما ذكرت، أغلب هذه الدول لها خصومة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأفغانستان في ظل هذه الفوضى والوجود الأمريكي اليوم، الدولة الموجودة في قواتها تحالف تشكليا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي هي موجودة على الأرض، فأي فوضى وعملية عنف الخاسر هو ورق الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اليوم إيران بحاجة للضغط بملف أفغانستان على الولايات المتحدة الأمريكية عشان تحقق مكاسب الاتفاق النووي. اليوم باكستان عندها الغريب إيران الآن تدعم طالبان، يعني والهزارة الذين كانوا في التحالف الشمالي أصبحوا الآن مع إيران، أصبح مع طالبان. باكستان عندها مشكلة مع الهند والولايات المتحدة الأمريكية بسبب مواقفها مع الهند غير قابلة لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في ملف أفغانستان إذا لم تساعدها في ملف كشمير. الروس عندهم مشكلة أيضا، ويعني مشكلة وجودية طالبان، ويريدون أن يضغطوا على الولايات المتحدة الأمريكية. الصين كما لا يخفاك مشاكل بيناتهم لذلك، لكن هذه الدول التي تتدخل اليوم وتدعم طالبان ليست بالضرورة أنها الآن هي مع العنف، مع إزعاج وأقلاق الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بالنهاية ليست هي بالضرورة أن تكون مع تفرد أيضا طالبان في حكم أفغانستان إذا ما اتجهنا إلى اتفاق سلام. طيب الخارطة السياسية الآن في أفغانستان موجودة الحكومة الأفغانية، موجود طالبان، ولكن كانت هناك أحزاب لها وزن أو جماعات فصائل مسلحة لها وزن، هل اختفت أم هي الآن تراقب من بعيد وممكن تتدخل؟ لأن مثلا في 10 سنوات الأخيرة كان دائما يتم الحديث الرجوع إلى بقايا المجاهدين، إلى قلب الدين حكم الديار، إلى الحزب الإسلامي. يعني هل هذه الأطراف مازالت لها قوة على الفعل بشكل مباشر في الحالة الأفغانية؟ يعني ليس لها أي وجود إلا وجود رمزي، الوجود الرمزي التأثير بشكل أساسي. هناك حكومة أشرف غني والتحالف الذي يقوده، وهناك طالبان، وهذه الفصائل بالأصل هي دخلت في حالة صراع مع طالبان قبل أن تستقر أفغانستان لحكم طالبان، وانهزمت، وبعد انهزام يعني خسرت كثير من أوراقها وحتى لم تعد موجودة على الأرض. طيب الآن استشرافا للمستقبل، هناك محادثات، وهي يبدو أن مفاوضات أكثر منها محادثات، وتم الاتفاق على تمديد هذه المفاوضات في الدوحة بين طالبان والحكومة الأفغانية. مسؤول حكومي أفغاني يقول يحمل المسؤولية لطالبان. الناطق باسم المكتب السياسي لطالبان قال بأن الحكومة لم تلتزم بالاتفاقات، ولكن المستقبل، هل هناك قدرة على إحداث اختراق؟ هل الدول الراعية لهذه المحادثات قادرة على تلين وتدوير الزوايا؟ صراحة مثل ما ذكرت لك، الاتفاق بالأساس فيه ثغرات كبيرة. الثغرة الأولى، هل يمكن سد هذه الثغرات؟ الثغرة الأولى أنه لا يربط عملية الانسحاب بإتمام عملية السلام. يعني هو ينص أن الانسحاب لازم يكون في أيار، أتممنا عملية السلام، ما أتممنا لازم نسحب. القوات الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب، لكن فيما لو وقع هذا الأمر أمام أن تتكارثة، خصوصا اليوم في اتهامات لطالبان أنها لم تقطع علاقتها ورعايتها للجماعات الإرهابية بمعنى العلاقة مع القاعدة، ولم تخفض من مستوى العنف. لكن حتى الباحثين يقولون أنه ضبط هذه العلاقة أو مراقبة فيما إذا كان في علاقة مع القاعدة أو لا غير متيسر أو غير يعني قابل للضبط والقياس. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تشعر أنه اليوم هي في ورطة، واليوم وزير الخارجية الأمريكي يقول نحن في صدد إعادة النظر أو دراسة هذا الاتفاق، لأنه في مشكلة. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أمام خيار، إما البقاء، والبقاء كما صرحت أحد المسؤولين الأوروبيين أنه في حال بقاء قوات الناتو يعني فنحن يجب أن نستعد لحرب جديدة
مع طالبان. والمشكلة أن طالبان ليست تنظيم، يعني لو هي تنظيم كان قضي عليها، داعش استولت على 4-5 محافظات في سوريا والعراق تم انتهاء منها لأنها تنظيم. أما هنا عندك حالة اجتماعية، في انتماء أصبع ويتجذر اجتماعي وله امتداد، يعني له امتداد حتى في الدول الإقليمية، في باكستان وفي الهند، هذه العشائر لها أقرباء في الدول الأخرى، يعني هناك طالبان باكستان هناك، يعني فأنت أمام حالة اجتماعية لا يمكن اجتثاثها إلا إذا أردت تجتث هذا المجتمع من جذوره. فالاتفاق مع طالبان أمر لازم لا بد منه، ولا يمكن أن يكون هناك خيارات أخرى. لكن كيف إخراج هذا الاتفاق، كيف توقيع عملية هاي السلام؟ الخيار الثاني أنه تبقى، أنه تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية، ما إذا بقينا فمعناتها حرب ماطل. الانسحاب يعني الحرب الأهلية، أنت عندك قوتين اليوم شبه متكافئتين قد تطول وتحسم لطالبان، لكن أنت أيضا أمام حرب أهلية. هذه الحرب الأهلية ممكن تولد بحالة الفوضى إعادة تشكيل التنظيمات الإرهابية نفسها مثل داعش ومثل القاعدة، لسبب عدم وجود قوة حكومة مركزية قوية تستطيع أن تضبط البلاد وتمنع هذه الفصائل، هذه التنظيمات الإرهابية من تشكيل في نفسها. في تقرير الأمم المتحدة، البعثة الأمم المتحدة قال بين 8% تقريبا من العمليات في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية من تنظيم الدولة. هل فعلا تنظيم الدولة له وزن في أفغانستان؟ طبعا، لانه كان يستهدف ايضا حتى طالبانه في يعني كثير من المرات كان يسخن فيهم بشكل كبير. طبعا تنظيم دوله عنده فتوى في تكفير حركه طالبان، يعتبرها حركه مرتده لانها يعني تتفق مع الغرب ودخلت في مفاوضات مع الغرب. لذلك من مصلحه تنظيم الدوله لا يتم اتفاق، يعني اليوم اذا اردنا نظلم مصالح الفاعلين واعتبرنا تنظيم الدوله من احد الفاعلين، القوة الفاعلة الموجودة في أفغانستان، فهو بالتأكيد ليس من مصلحته أن تتم عملية السلام، لأنه الفوضى وحالة الصراع هي بيئة مناسبة للتنظيم من أجل أن يعيد نفسه ويجد لنفسه موطئ قدم وأرض يتحرك عليها. أما عملية السلام وضبط أمن فمعنى ذلك أنه حتنتقل المعركة، إذا قويت الحكومة ولم يبدأ وانتهى الصراع على السلطة، ستكون السلطة في مواجهة القوى الإرهابية. الخيار الثالث الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك انسحاب مدروس. هذا الانسحاب المدروس أنك أنت تبقي قوة رمزية، تبقى لأنه اليوم في طروحات في الإدارة الأمريكية أنه نحن بالأخير مش ملزمين أن نحافظ أو نحمي حكومة أشرف تقي، يعني ليس من مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وليس بيننا وبينهم مواقع يعني معاهد دفاع مشترك، وإنما نحن وجودنا بالأصل من أجل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية يعني بشكل أساسي هي عدم وجود قوات إرهابية أو تنظيمات إرهابية. ولكن في هذه تستهدفنا في هذه النقطة، لذلك نحن ممكن ندرس، إن هيك عم بيقولوا إنه ممكن ندرس انسحاب يعني مدروس. طيب قبل نذهب إلى النقطة، الولايات المتحدة الأمريكية وهذا حتى في مشروع أكبر ممكن حتى من ما يقع الآن في أفغانستان، هناك تخوف حقيقي من تغول الصين في منطقة آسيا الوسطى، وأفغانستان تعتبر عائق أمام الامتداد والسيول الطريق الحرير الذي هو المشروع الاستراتيجي للصين في هذا القرن، وبقاء القوات الأمريكية وسطوة الولايات المتحدة الأمريكية على الحالة الداخلية الأفغانية هو يمنع هذه السيولة لطريق الحرير الصيني. مدى دقة هذا التوصيف والتخوف الأمريكي من ذلك؟ طريق الحرير كلياته متوتر، يعني من كشمير إلى أفغانستان إلى سوريا إلى اليمن، يعني بؤر التوتر التي تمنع امتداد هذا الطريق هي كثيرة جدا. القضية غير متعلقة بأفغانستان، وبالمقابل هي نقطة ضعف ونقطة قوة. قد تكون نقطة ضعف لمنع الصين من التمدد، لكن بنفس الوقت هي مستنقع للولايات المتحدة الأمريكية ممكن تقع فيه، وتكون استراتيجية الصين هي إلهاء الولايات المتحدة الأمريكية في ملف أفغانستان وفي ملف العراق وملف سوريا وملف اليمن حتى لا تتفرغ لتطويق الصين. طيب نعود إلى السيناريو الأخير وهو الانسحاب المدروس. الانسحاب المدروس أنه نبقي قوة موجودة، هي فقط اختصاص لا تتدخل بالصراع الأفغاني الأفغاني، نحن نرعى عملية سلام، لكن ليس من مهمتنا أن نحمي قوات أشرف غني ولا أنه نساعد طالبان على الحكومة ولا الحكومة على طالبان، وإنما تقوم هذه القوة فقط باستهداف التنظيمات الإرهابية، القاعدة وداعش، ولا نتدخل في الصراع الأفغاني إلا من خلال رعاية عملية سلام بدون أن يكون لنا وجود على الأرض.
طيب هل ممكن الآن يتم استدعاء المجتمع الدولي؟ يعني دائما عندما تجد نفسها الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق أو تريد أن تمرر مشاريعها تستدعى المجتمع الدولي والأمم المتحدة، غائبة هي بشكل مباشر ولكن يعني عفوا بشكل يعني ظاهر، ولكن هي موجودة، يعني هناك بعثة أممية وهناك حتى بعض القوات، ولكن هل ممكن الآن يتم استدعاء المجتمع الدولي حتى يضبط هو إيقاع عملية السلام وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية تراقب؟ يعني المجتمع الدولي بالأخير هو موجود بوجود تحالف يعني الناتو موجود، لكن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بحاجة إلى مساعدة دول الجوار. وتصريحات مسؤول الناتو نحن لا نفكر بالانسحاب بهذه الطريقة. نعم، هي بحاجة إلى مساعدة باكستان بالدرجة الأولى بسبب قدرتها على التأثير على طالبان، بحاجة إلى التفاهم مع إيران ومع روسيا بشكل يعني ثانوي، هذه الدول الثلاث الأكثر تأثيرا في الملف الأفغاني، لكن التفاهم مع هذه الدول لإيجاد حل يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم تنازلات في ملفات أخرى. طيب الآن أمام هذا الوضع، الوضع الآن في أفغانستان إنسانيا وعلى شفاه كارثة حقيقية، لأن تقريبا يعني حتى لما استعرضنا الأرقام وأثناء البحث لا توجد حتى إحصائيات دقيقة عما يقع في أفغانستان، حتى يعني المستوى الخدمي التي تقدمه الحكومات أو الإدارات الآن لا يرتقي إلى أن نقول بأن هناك دولة. في تقديرك هل قدرة صمود الشعب الأفغاني وتحمله لكل ذلك محدودة أم الانفجار ممكن يحصل ممكن يقلب طاولة على الجميع؟ يعني ومن المضحك الممكن الرئيس الأمريكي لما دفع عملية السلام كان في صوت منتقد قال هؤلاء يقاتلون من 200 سنة، يعني 200 سنة لا يملون الحروب، لكن بلا شك أن الشعب الأفغاني بعد كل هذه الحروب وهذه المآسي هو بحاجة أن يستقر وأن ينعم بالسلام وأن تتطور البلاد وأن يكون هناك عملية تنمو، وهذا يتطلب من الفرقاء الأفغانيين أن لا ينظر اليوم إلى قوته. اليوم أنا كطالبا ولو كنت قوي لكن بحاجة إلى التفاهم مع أشرف غني، وأشرف غني حكومة أشرف غني بحاجة إلى التفاهم مع طالبان، ولا يغتر بأن هناك قوة عظمى تدعمني، فهذا من المتغيرات. الثابت الوحيد هو أن يستطيع الأفغان أن ينجزوا عقدا اجتماعيا جديدا تضع فيه الحرب وأوزارها وينتقلوا إلى فترة من الاستقرار السياسي ثم التداول السلمي على السلطة بنظام حكم ديمقراطي تعددي ليس فيه إقصاء، لأنه أي عملية إقصاء معناتها أنت تحول الناس إلى مسلحين، أنت تحتكر السلطة ويعني تستبعد حركة مثل طالبان بقوتها وجذورها الاجتماعية عن السلطة، هذا سيجعل منهم بالضرورة قوة مسلحة تقاتلك. لذلك اليوم لا يمكن يحل مشكلة أفغانستان بشكل أساسي إلا الأفغانيين هم أنفسهم، ممكن المجتمع الدولي يساعدهم في ذلك، وكثير من الدول لها مصلحة في توتير المنطقة، وهذا يعني يترتب على مقدار ما يتمتع به أساس اليوم من وعي للمرحلة القادمة، ويقطع الطريق على الدول المتدخلة اليوم في أفغانستان من أجل أن ينجزوا حلهم بأيديهم. أنت هنا تقاطعت تقريبا مع آخر ما قاله ضيفنا في الجزء الأول الأستاذ عبد الله أنس عندما قال بأن الحل يجب أن يكون أفغاني وبنضج ورشد من السياسيين والقيادات الأفغانية. أشكرك أستاذ عباس شريف الباحث في مركز جسور للدراسات، شكرا لك، وشكر للزملاء في الإعداد والتنفيذ. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.